انقسام حاد بين الميليشيات بشأن استئناف التصعيد الصوري ضد المصالح والأهداف الأمريكية في كل من العراق وسوريا، فقد شهد كل من البلدين في الأسبوع الحالي حادثين أمنيين ضد مواقع أمريكية لم تصب أي من القوات الأمريكية بأذى. مسؤول أمريكي أكد لوكالة رويترز الاثنين الماضي تعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق التي تضم قوات أمريكية لهجوم بطائرة مسيرة دون وقوع إصابات أو أضرار. والأحد الماضي تم استهداف قاعدتي حقل العمر وخراب الجير في سوريا بعدد من الصواريخ انطلقت من ناحية زمار شمال غرب الموصل والتي تقع تحت السيطرة الأمنية لميليشيات الحشد. حكومة بغداد وفي ظل هذه التطورات يؤكد خبراء سياسيون أنها تحاول احتواء هجمات الميليشيات على المصالح الأمريكية وحتى إن كانت بلا تأثير، خشية من غضب وامتعاض من قبل واشنطن، لا سيما بعد زيارة السوداني إلى أمريكا، وهو ما ترجمه التصريح الصادر عن عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي والذي أكد فيه أن حكومة السودان تعمل على استمرار التهدئة ومنع حدوث أي تصعيد مع واشنطن. مراقبون للشأن أكدوا من جانبهم أن الميليشيات في العراق ومهما اختلفت فيما بينها بشأن استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة إلا أن هناك ضابطا لإيقاعها وهي طهران التي لا يمكنها السماح بتوسعة الخلافات والإبقاء على هذا التصعيد الدعائي فقط. وما كشف زيف مدعي ما يسمى بالمقاومة تجاه غزة من إيران وأدواتها من الميليشيات في المنطقة إلا دليل وشاهد على أن العمليات الأخيرة في الأسبوع الماضي هي رسائل إيرانية دعائية أكثر مما هي رسائل من الميليشيات نفسها.